عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هناك بعض الناس يسألون عن الصورة التي تقرأها في النوم، يعني لما تأتي إلى النوم أو في الليل، يعني أنت على فراش النوم تقرأ الصورة وتنام وغدا يأتيك رزق. ما هذه الصورة؟ عديد من الناس تسأل على هذه الصورة، وهناك عديد من الصور. سأقول لكم صورة من تجربتي أنا، وسأقول لكم صورة التي صورة هي صورة الواقعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اقرأوا صورة الواقعة في الليل إنها تمحي الفقر، يعني من المجربات. الواقع يا أخوتي من المجربات، اقرأها في الليل قبل أن تنام، يعني تقرأها وتنام مباشرة. من الأحسن تكون لا تتكلم، لا تكثر في الكلام، يعني تكون تقرأها وانت على الفراش، تقرأها وتنام مباشرة. صورة الواقع اقرأها ونام مباشرة، من المجرب تأتيك بالرزق في اليوم التالي. يعني أن قرأتها في ليلة الأحد، في اليوم الاثنين سيأتيك الرزق بإذن الله، يفتح لك الله الباب أرزق. ولكن نقطة واحدة يجب أن تركز عليها، ليس تفعلها اليوم وتفعلها غدا وبعد غدا تقطع، لا، كل ليلة تفعل نفس الطريقة، كل ليلة تفعل نفس الطريقة، ستتفاعل معك صورة الواقع وسيأتيك الرزق في اليوم الآخر بإذن الله. الآن سأقول لك من مجرباتي أنا جربتها شخصيا يا أخوتي، يعني تجربة حقيقية. جربت صورة من الصور القرآنية، ليست صورة الواقع، وسأقول لك صورة أخرى فهي صورة قصيرة، وجربتها بنفسي. لم أقرأها في ليل إلا أتاني رزق في اليوم الآخر، يعني كل ليلة أقرأها في ليلة يأتيني رزق في اليوم الآخر، يأتيني مال، يمدني شخص بالمال. هذا من المجربات أنا الشخصية، أقول لك ماذا أنا جربت، يعني يكون آخر كلام تقوله، لا تقول أي كلام بعده، يعني تقرأ الصورة وتنام مباشرة. ركز معي، ليس أنك تقرأ الصورة وتذهب إلى هناك وتتكلم مع هذا وتتكلم معك، لا، تقرأ الصورة وتنام مباشرة. هذه من مجرباتي أنا. صورة الإخلاص، صورة الإخلاص من فوائدها جلب الرزق، حتى هي تقرأها 10 مرات. أنا أقرأها، أنا جربتها مرارا وتكرارا. لما أقرأ صورة الإخلاص 10 مرات وأنام مباشرة في اليوم الآخر يأتيني رزق. من المجربات هذه صورة الإخلاص، تقرأ 10 مرات ويكون آخر كلام وتنام مباشرة ويأتيك رزق في اليوم الآخر. وصورة الواقعة كذلك، صورة الواقعة من المجربات عديد من المشايخ، تقرأها مباشرة مرة واحدة، ليس 10 مرات أو 14 مرة، تقرأها مرة واحدة مباشرة وتنام مباشرة فيأتيك رزق بإذن الله. وصورة الإخلاص مجربة من عندي، تقرأ 10 مرات ويأتيك رزق بإذن الله في اليوم الآخر. هذه من المجربات. أتمنى لكم الخير، وأتمنى لكم أن تعقدوا النية. وأحسن وأفضل شيء لجلب الرزق يا إخوتي ما هو؟ التقوى. أتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء، ومع السلامة.